فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان مسافرا فهل يشرع له أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟ إيه نعم، إذا كان يسمع الأذان قريبا منه مسجد فلا يجوز له أن يصلي في منزله، بل يذهب يصلي مع الجماعة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.